أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن نشرة اقتصادية. تنظم مؤسسة المقاول الشاب الدورة الأولى لمنتدى المقاولين الشباب خلال الفترة المتراوحة بين 16 و 17 ماي بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش. وتلقى هذه المبادرة دعما من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفات والقرض الفلاحي للمغرب. الدورة الأولى للملتقى تتمحور حول روح المقاولة داخل أوساط الشباب في العالم القروي، ويأتي تنظيمها في سياق يشهد بروز فرص حقيقية وأفاق ملموسة للشباب في بلدنا. في موضوع آخر، تنظم الفيدرالية المغربية للبلاستيك بالتعاون مع فوروم سات وشركة فيلتراد العاملة في مجال تنظيم المعارض المهنية الدورة الخامسة للمعرض الدولي للبلاستيك والمطاط ومواد التلفيف والتغليف للمغرب في مجال صناعة البلاستيك في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بلاست إكسبو. ويعتبر هذا المعرض الذي ينظم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أهم التظاهرات، كما ستكون إسبانيا ضيفة شرف هذا الحدث الهام. حصل البنك المغربي الدولي للتجارة الخارجية الفرع الإنجليزي للبنك المغربي للتجارة الخارجية مؤخرا على جائزة أفضل معاملة برسم سنة 2012 في قطاع تمويل مشاريع النقل بإفريقيا من خلال تمويله جسر في الكوت ديفوار. وأوضح بلاغ للبنك المغربي للتجارة الخارجية أن الجائزة منحت للبنك المغربي الدولي للتجارة الخارجية بصفته مقرضا رئيسيا، وذلك خلال حفل رسمي نظم في لندن مجموعة أوروموني ومجلة بروجيكس فاينانس. تمكنت مجموعة غنو بعلامتيها داسيا وغنو من تسويق 3415 سيارة خلال شهر يناير المنصرم، لتسجل بذلك 33.5% من مبيعات السيارات بالسوق المغربية. وذكرت المجموعة في بلاغ لها أنها سوقت خلال الشهر الماضي 2316 سيارة من علامة غنو لتحافظ أو من علامة داسيا لتحافظ بذلك هذه العلامة على ريادتها بالسوق المغربية من حيث المبيعات. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الثلاثاء على وقع انخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار، أغلق جلسة اليوم على ناقص 5.36% بمجموع 7205.63 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة في البورصة أنهج جلسته بنقص 5.40% بمجموع 8853.61 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سانفيني بغوسيت حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 10% ليرتفع سعر سهمه إلى 121 درهم. في المركز الثاني نجد سهم إنفوليس تحسن بما نسبته 5.35% لينتعش سعر سهمه ب 136 درهم. وفي المقابل تصدر سهم ماغريبال قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.99% تراجع سعر سهم إلى 609 دراهم. في المركز الثاني حل سهم ماروك ليزينغ بانخفاض نسبته ناقص 6% ليتراجع سعر سهم إلى 389 درهم. ونختم النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم: الأورو ثمن شراء 11 درهم فاصل 13 وثمن البيع 11 درهم فاصل 20، الدولار الأمريكي ثمن شراء 8 درهم فاصل 34 وثمن البيع 8 درهم فاصل 39، الدرهم الإماراتي ثمن شراء درهم فاصل 27 وثمن البيع درهم فاصل 28، الريال السعودي ثمن شراء درهم فاصل 22 وثمن البيع درهم فاصل 23. وبهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.